فالطرفين تنظيميا غير متكافئين. ما أتحدث عن العدد، أتحدث عن التنظيم. صحيح. الآن الإطار جزء من عندهم بعد إعلان التصديق على النتائج أعلن طرفين أو ثلاثة أعلنوا أنهم ما راح يشاركون بالحكومة القادمة. الآن اتضح إذنه ناس ذهبوا إلى من أمس ذهبوا إلى المعارضة. زين. زين وها شنو دخله هذا شنو دخله بالاجتماع اللي صار اليوم؟ طب هذول غير هذول اللي عندهم مشكله تنظيميه اداريه. زين هسه هذول اللي عندهم مشاكل اداريه وماكو رئيس يقودهم، ليش دز عليهم سيد مقتدى؟ شنو هدف اللقاء هذا؟ وناجح كان يعني لو فاشل برايك؟ لا يوجد عمل بدون حوار. زين هذا مستقبل البلد، لازم يصير حوارات. ما تجاوبني، ناجح فاشل الاجتماع؟ يعني واضحه الرؤيه، المجتمع العراقي والمجتمع الدولي متفقين على حكومه اغلبيه. انا كمواطن بالنسبه لي الاجتماع ناجح لانه يسير بالاتجاه الصحيح مع حكومه الاغلبيه. زين.